أسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر. ويضمن لك إذا قمت العشر فقد أدركت ليلة القدر. القطع بأنها في الليلة الفلانية وإن كان ورد الخلاف من قبل يصعب القطع بذلك، لأن ورد في الأحاديث الصحيحة ليلة 21 وليلة 23 وليلة 27، فنلتمسها في ليلة الأوتار. ومن الخطأ الذي شاع أنها تكون في كل سنة ليلة الثلاثاء في ليلة وتر، ونبهت إلى ذلك مرارا. هذه السنة ليلة الثلاثاء ليلة شفع، فهي 24، فهي تنقض ما قيل. فقلت سبحان الله، أخفيت على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ويأتي من يضع لنا سنوات عن ليلة القدر؟ لا تلتفت لهذه الأشياء، ولا كثرة الرؤى التي لا نعلم من رآها وكيف عبرت. اجتهدوا، هي ليلة واحدة في عشر ليال تدركها يقينا، إن أنزلناه في ليلة القدر.